السلام عليكم متابعينا على قناة الدكتور عمار خليل. وطبعا الفيديو النهاردة هتكلم فيه عن انتشار حمى الضنك أو دينجي فيفر أو دينجو فيفر، أو اللي هي حرارة الدينجي أو الضنك اللي منتشرة في محافظة إنب في مصر في الوقت الحالي. هنتعرف على الأعراض وأسباب الانتقال وطرق العلاج. كان عندي خبرة سابقة لأنه أنا شخصيا أصبت بالحمى دي في أحد الدول الأجنبية. طبعا حمى الضنك هي مرض فيروسي حاد يسببه فيروس حمى الضنك، وينتقل للإنسان من خلال لذغ أنثى البعوض، واللي هي بالزاعجة المصرية أو يسمى اللي هو موسكيتو إيجيبشي. لا ينتقل المرض مباشرة من شخص إلى شخص، ويتم اللذغ نهارا خاصة بعد شروق الشمس وقبل الغروب مباشرة. والأعراض بتاعتها بتكون حرارة مرتفعة جدا، صداع شديد، وجع شديد في الجسم، وممكن يكون مصاحب إلى حبوب أو طفح جلدي، في آلام شديدة في المفاصل والعضلات زي ما قلت، وبيكون التنفس زيادة، وقد يصاحب بقيء والشعور بالقيء. يسري الفيروس في الدم من يومين إلى 7 أيام. المرحلة الحرجة هي أعراض نزفية على شكل نزيف أو رعاف أو نزيف في الجهاز الهضمي والدماغ، ويسمى حمى الضنك النزفية لأنه بيحصل استهلاك شديد للصفائح الدموية وبيعرض المريض إلى حالة من النزف، فبالتالي هي خطيرة جدا إن لم تشخص في الوقت المناسب. ما ينفعش يتاخد فيها إلا الباراستامول والأدول، ما ينفعش أي حاجة أخرى تتاخد لتنزيل الحرارة بتاعتها. الأعراض زي ما قلنا، طرق الوقاية طبعا بنحاول بقدر الإمكان التخلص من الموسكيتوز أو من اللي هو من البعوض. نرتدي ملابس تغطي الجسم بشكل كامل، ممكن نستخدم الريبلنت أو اللي هي موانع اللي هي أو الطاردة للبعوض على الجلد موجودة في الصيدليات، استخدام سلك ضيق النسيج على النوافذ، استخدام المبيدات الحشرية الآمنة للتخلص من البعوض. برضك أنا بفكر طرق العلاج بتاعتها مش محتاجة لا مضاد للفيروسات، ولا محتاجة لا مضاد حيوي، ولا محتاجة أي حاجة. هي محتاجة سوائل بكمية كبيرة، سواء كنت في المستشفى أو سواء كنت في البيت، مضاد للالتهابات الباراستامول، تاخد حبتين يعني 500 يعني 1000 mg 3 مرات في اليوم. ما تاخدش أي مضاد آخر أو تاخد أي مسكن آخر غير الباراستامول، لأنه ليه مضاعفات أخرى في الحالة دي. بنأكد أنه المرض ده مشكلته أنه طبعا هو في خلال إن شاء الله يعني من يومين إلى 5 أو 6 أيام في أقصى حد بتبدأ الحرارة تنزل وبيبدأ الجسم يتعافى، بس محتاج الراحة التامة، ويحتاج أنك تشرب سوائل بقدر كبير جدا، وطبعا استعمال الكمادات المية بشكل كبير اللي بيساعد على تنزيل درجة الحرارة، ونحاول طبعا التخلص من اللي هو التخلص من البعوضة الموجودة في الأرجاء. زي ما قلنا العدوى مش من شخص لشخص، ولكن العدوى من البعوضة للإنسان، من لدغ البعوضة للإنسان. هي دي أهم المعلومات في موضوع الدينجي فيفر. أيوة، من ناحية أنها مضرة، أيوة مضرة، خطيرة، أيوة خطيرة. لو وصلت لمرحلة اللي هو حمى الضنك النزفية اللي تؤدي إلى الوفاة لا قدر الله. دي أهم المعلومات. لو أي سؤال ممكن تحطوه في التعليق أسفل الفيديو، وإلى لقاء قريب. السلام عليكم.